بكل الإعلانات إحنا كأطباء أسنان ننصحكم بمعجون أسنان يكون غني بالفلورايد، وهذا أمر أساسي لصحة أسنانكم، لأنه حول العالم تسوس الأسنان بصيب 60-90% من طلاب المدارس. وحضر حالك لهالمفاجأة يا سعيد، تقريباً 100% من البالغين عندهم تسوس بأسنانهم. وصحة الفم ما بتقتصر بس على اهتمام بالأسنان، لازم تهتم بلستك كمان، لأن مثل الأعمدة اللي بيقوم عليها أساس البيت، والتهاب اللسة بيصيب 90% من البشر، يعني هو أكثر الأمراض انتشاراً بالعالم، بينما التهاب اللسة الحاد بيصيب 20% من متوسطي العمر، لدرجة أنه بعمر 65 سنة في 30% من البشر بيصيروا بدون أسنان. وإذا بدك تحافظ على أسنانك يا سعيد، لازم تتبع نظام غذائي متوازن، وتبعد عن السكريات قدر الإمكان، واهتم يومياً بنظافة الفم والأسنان، والعملية ما بتاخذ من وقتك غير 5 دقائق، ووقف التدخين لأنه بيسبب التهاب اللثة وسرطان الفم. وبالنهاية الفم هو مدخل الجسم، وأكيد ما حدا بيحب يصير بدون أسنان. وعساكم دوم صحة وسعادة.